أهلا بكم مشاهدينا مع حلقة جديدة من نحن أصدقائك. هذا البرنامج اللي بشكل أسبوعي قاعد نتجول فيه في مرافق شركة المشروعات السياحية، نتعرف على أهم الأنشطة اللي دارت في هذه المرافق. عموما أهلا وسهلا بكم أينما كنتم تتابعون هذا البرنامج عبر الفضائية الكويتية. أعزائي المشاهدين، احتضنت أبراج الكويت التابعة لشركة المشروعات السياحية حفل التكريم الذي نظمه بنك الخليج لفرقه الرياضية التي أحرزت مراكز متقدمة في الموسم الرياضي 2005، حيث تم تكريم تلك الفرق بالإضافة إلى بعض المسؤولين في القطاع المصرفي. أعزائي المشاهدين، بما أن إحنا بالصيف ندعوكم إلى متعة السباحة بمجمع أحواض السباحة في الصيف. هناك أجواء عائلية ومدرسة لتدريب السباحة من عمر 6 سنوات إلى 60 سنة. اللي وده يتعرف أكثر على هذا المجمع والخدمات اللي يقدمها لزواره ندعو إلى هذا اللقاء مع الأستاذ فهد العون مدير مجمع أحواض السباحة. إحنا هني في مجمع أحواض السباحة طبعاً بانتظار الطلبة جميع الأعمار يخلصوا الامتحانات، وإحنا بدأنا يعني تقدر تقول إحنا يعني جاهزين من الآن في توفير كل احتياجات الرواد المجمع. نعم، شنو الجديد عندكم أستاذ فهد؟ إحنا يعني أول شيء السنة أعطينا اهتمام كبير للتدريب، واهتمينا وايد وعملنا مدرسة خاصة للتدريب، والتدريب احنا عندنا يبدأ من الأعمار الصغيرة إلى حتى الأعمار الكبيرة، ووفرنا عدد من المدربين. الشيء الثاني زودنا المنقذين بحيث انه يكون كل حوض عليه على مدار الساعة أكثر من منقذ للاهتمام طبعا بال الناس اللي تسبح أضفنا أيضا ضمن استعداداتنا أن احنا قلنا مدام الطالب، احنا طبعا اهتمامنا بجميع الرواد وجميع الأعمار سواء العائلات أو الكبار، بس احنا نعطي اهتمام للطالب
في فترة الصيف العطلة المدرسية إن لما يجي ما يجي بس يسبح وبعد السباحة يلاقي نفسه إنه ما عنده شيء يسويه. لا، إحنا قلنا نعطي اهتمام بالطالب بعد ما يسبح أو قبل ما يسبح، ناخذ نشغل وقت فراغه بالكامل حيث إنه يقدر يسبح بعد السباحة. إذا يبي ألعاب تسلية عندنا جميع أنواع، عملنا صالة خاصة للفيديو جيم جبنا فيها كل الألعاب الحديثة وألعاب أيضا عضلية اللي هي من نشاط رياضي سواء التنس طاولة أو البيبي فوت أو الأنشطة اللي فيها حركة. أيضا الرواد اللي عندهم اهتمامات غير السباحة، في استحدثنا فوق عندنا في صالة الإضافة إلى لعبة البلياردو في لعبة اسمها الكيو ليزر، وهذه أيضا لعبة حديثة وتعتمد على المجهود الذهني والعضلي مع بعض. فاللي هنا أضفنا إلى ذلك إلى جانب الجزء الملاصق في الشاطئ للمجمع أضفنا لعبة كرة القدم الصابون أو الماي. فالرواد اللي يجون ما راح يلاقي يعني وقت فراغ، أي نشاط متكامل. نعم، والافتتاح يعني مواعيد العمل في مجمع حفاظ السباحة الساعات بدنا نتعرف عليها. احنا نفتح من الساعة 8 الصبح للساعة 11 بالليل متواصل. نعم. ونستقبل الرواد في خلال هذه الأوقات بدون انقطاع. نعم، احنا قاعدين نلاحظ وشغلة انتم تركزون عليها بعدنا، يعني تحرصون ان اولياء الامور يكونوا مع اولادهم يعني، فهذه شغلة حلوة يعني ان مثلا من خلال الصالة الموجودة هنا فيها العاب ان حتى ولي الامر اذا ما يتسبح يبي يراقب عياله، يعني عياله يتسبحون ما دام في مشرفين ايضا يستانس. والله يعني انا يهمني وايد ولي الامر او ولية الامر تحضر يعني، وهذا حقيقة طلب او رجاء ان ولي الامر أو ولية الأمر يفضل أن تكون ترافق أولادها أو أطفالها. إحنا اهتمينا بهالناحية هذه أيضاً السنة من ضمن الاستعدادات، عملنا صالة خاصة وكبيرة فسحة وراح نحط فيها جميع وسائل الراحة للولي الأمر نفسه. نعم. يعني سواء إذا بينتظر أولاده أو أطفاله، في طبعاً من سواء قراءة الجرائد أو في التلفزيون حاطين له وسائل الراحة بحيث أنه ينتظر ويرافق الأولاد. إحنا نشوف هذه وايد مهمة. نعم. أفضل من إن أي الولد أو الأولاد يوم بروحهم، للأسف الشديد هم نفسهم يبون توجيه، إحنا نوجه ولكن توجيه وللأمر غير. يعني يستخدمون آلات حادة، يتهاوشون بين بعض، واحد يعور الثاني، واحد في وجود وللأمر أكيد أكيد طبعاً راح يعطي صورة غير الصورة هذه، ويكون فيها جوانب ايضا اهتمام اسري وتربوي. واذا مثل ما تذكر احنا المره اللي فاتت تكلمنا عن لما عملنا دوره بطوله البلياردو بالاشتراك مع قراس، والحقيقه انا والكل يعني تفاجئنا في نجاح هذه الدوره، وحضر كثير من اولياء الامور، الاب والاخ والولد الصغير، وكلهم كاسره يحضرون ويشاركون مشاركه، ونجحت الدوره الحمد لله يعني بنجاح كبير. نعم. أتمنى أن في كل الأنشطة هذه تصير كذي، أتمنى حضور الأبو معانا. نعم. إذا مو الأبو الأم، إذا مو الأم الأخ الكبير. نعم. فهد يعني من خلال كلامك يعني نعرف أن مثل شركة المشروعات السياحية يهمها أن مثل العائلة بالكامل تتواجد في أي مرفق من مرافق شركة المشروعات السياحية وتستفيد من الموجود في هذه المرافق. احنا ايضا بعد يعني ودنا نتكلم على الاسره وننتهز فرصه وجودك، يعني انت مدير اداره الواجهات البحريه والواجهه البحريه، يعني من ضمن مسؤوليتك وايضا بعد يعني نتوقع ايضا بعد امتحانات الطلبه ايضا ان الاسره يستفيدون من الواجهه البحريه، يقعدون خاصه بالليل، ممكن الناس يقعدون ليل فير بعد على الواجهه البحريه خاصه في عطله الصيف. يعني هل لك ملاحظات استاذ فهد مثلا على اولياء الامور حتى تبقى الواجهه البحريه يعني مكان وملتقى للعائلات طوال العام؟ الموضوع الواجهة البحرية موضوع كبير، موضوع واسع. تعرف الواجهة البحرية تمتد اللي هي من ضمن من دوار البدع اللي احنا نسميها منطقة البلاجات إلى سوق شرق أو ما بعد الأبراج. هذه تبدأ بالعطل بأيام السنة أعداد كبيرة جدا، ويون رواد من جميع الفئات وجميع الأعمار.
في منهم طبعا الاغلبيه جاي يبي يرتاح. احنا مهتمين في الواجهه البحريه، في زراعه، في شجر، في يعني كانه قاعد في حديقه ومقابل البحر، فهو جاي يستمتع، جاي يرتاح، جاي يقضي وقت فراغه. لكن في فئه او في ناس جاي تخرب. فانا اتمنى ان شاء الله يعني ايضا نركز على هالموضوع، مو بس من جانبنا احنا، المشروعات السياحيه مهتمين، انت والناحيه الاعلاميه ايضا مهتمين، نبي وزاره الداخليه ايضا مشكوره قاعده تشاركنا وتدزلنا دوريات وتدزلنا حقيقه، حتى المباحث متوفرين، البلديه قاعده تتابع موضوع النظافه. لكن احنا نبي ولي الامر، حرص ذاتي من الاسره نبي يعني. ايوه نبي هالولي الامر، نبي ايضا ان شاء الله والتعاون مع وزاره التربيه ايضا التربيه تهتم حتى في المدارس، لان احنا ما تصور ايش كثر قاعدين نعاني وايش كثر مصاريف قاعدين نصرف علشان نظهر الواجهه البحريه بالمظهر اللايق. في المقابل اتلاف المرافق هذا اللي تكلم عنه بشكل مو طبيعي، يعني خسائر شركه المشروع السياحيه قاعده تدفع مصاريف يعني فوق المعدل وفوق العاده. تعانون منها بشكل يومي؟ بشكل يومي، يعني لدرجه انا اضرب لك مثل، نركب لمبه، اللمبه هاي تكلفتها عاليه، بعد ساعتين في ناس كانه هي يكسر اللمبه. دورات المياه حاطينها لخدمه الرواد وخدمه الجمهور، هي يكسر الداخل. هي تسال الولد، تسال ليش ما يعطيك جواب، سوى ان احنا يعني ما نبدا نقول والله هذين الاولاد منحرفين وهذا. احنا نتمنى، وانا ناشد الحقيقه اولياء الامور، الامهات، الابهات، الاخوان الكبار، يا جماعه نبهوا اولادكم، قولوا لهم انتم جايين هذا مكان يعني ما هو للتخريب، ولا احنا خسرنا عليه وسويناه وتعبنا عليه عشان انتم تيون في لحظه تروح تكسر وتخرب. هذا المكان بالعكس هذا لك انت ولزملائك وربعك والاهلك على اساس راحه، يعني مرفق عام، مرفق محافظ عام على مسؤوليه الجميع، يعني جميع دول العالم هذا ما تلاقي فيه التقريب. احنا هنا عندنا بشكل زايد وقاعد يزيد، ماني عارف يعني احنا يعني المشكله انه مستمره. نعم، ونتامل ان شاء الله انه يسمعونا الحين الشباب ويتعاونون معنا، انه يا ريت يعني حتى لو كان فيهم مجموعه تلاقي خمسه او سته، واحد فيهم مشاغب هم نفسهم ينصحونه. نعم، او يوجهونه يا معود لا تكسر لا تخرب. شركة المشروعات السياحية، حيث الضيافة الدائمة. وصلنا معكم إلى ختام نحن أصدقائك، شكرا لكم على حسن المتابعة. الأسبوع المقبل إن شاء الله ستكون لنا جولة جديدة في مرافق الشركة، حتى نلتقي، مع السلامة.